شباب. فكرة جيدة لمعاوية عبد الغني، تقدم اللاعب حمود أحمد يبقى لاعب سريع وسيراهن عليه كثيرا بالشيخاء، وربما قد يخلق متاعب للدفاع. نتابع الآن النغمي يستعد الآن، فكرة جيدة النغمي، هي الكرة بالشيخاء، أحس بالخطورة وأشار أحس بالخطورة من خلال هذه المحاولة، هي الكرة بشكل جيد، تسديدة كانت مباشرة، كرة أمامية، خطيرة هذه المحاولة، خطيرة هذه المحاولة، ولكن التسديدة لم تكن قوية، لم تكن التسديدة قوية، تعادل غير مفيد للطرفين. نتابع الآن محاولة خطيرة، محاولة ومشعل سفيان، ولكن الحكم أشار إلى أن هناك خطأ، إذن الأضواء تتألق في المدرجات وتغيب أضواء ولا نجومية اللاعبين. ممتاز، رائع، شيء جميل، جماهير اتحاد طنجة تتحرك، لأن نتابع أجواء جميلة وتكون فيها أقوى وتكون فيها الجرأة الهجومية، لأنه وعد الحل في مثل هذه الحالات. اتحاد طنجة تريد الانقضاض على الرتبة الثالثة، فريق الجيش الملكي يريد أن يكون ضمن طابور الأقوياء، هم لم يفردوا إيقاعهم وأسلوبهم بشكل واضح وأسلوبهم الهجومي. كرة عالية الآن والهدف، أوه إصابة لصالح فريق اتحاد طنجة، أوي أي 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 أي. التوقف كان فعل خير على فريق اتحاد طنجة، ومن سجل سكور، سكور يسجل، وهستيريا بملعب طنجة الكبير، هستيريا بملعب طنجة الكبير، هستيريا بملعب طنجة الكبير، النساء، الأطفال، الشباب، الكهول، ولم ألاحظ الشيوخ، ولكن يمكن أقول بأن هذا الهدف بعث فرحة في المدرجات، وكأنه بتلك التوقف بعد كان هناك الأدخلة تصاعدت، كان هذا التغير للشيخي بالكعب بطريقة جيدة لسكور أيوب الخالقي، محاولة خطيرة، المحاولة أوه على هدف يضيع، لقطة جميلة، لقطة جميلة وهدف يضيع لفريق الجيش الملكي، من كان وراءه اللاعب المهدي النغمي؟ نتابع، تهيأت من اللاعب، كرة عالية ولكن بعيدة عن الحارس محمد دينار، كرة حاول بن عريف أنه يرفع الكرة في الزاوية البعيدة للحارس محمد دينار ولكن كانت بعيدة، خالقي، الخالقي كيرفع كرة وياسين الحواصلي ينقض على هذه الكرة، تتحول الآن شاكير عبد الرحيم، شاكير حاول أن يباغت، كانت فكرة جيدة لشاكير، لكن محمدينا كانت فكرة جيدة لشاكير، المباراة تشرف على النهاية. نتابع محاولة خطيرة المهدي النغمي، خطيرة هذه المحاولة، شاكير ماذا سيفعل؟ خطيرة المحاولة، يرفع بالزاوية البعيدة، يرفع الزاوية البعيدة، وأيوب الخالقي، أيوب الخالقي، وانهزم بهدفين لصفر، وتعتبر الهزيمة الرابعة التوالي. كرة عالية ومحمدينا من ياسر حواصلي لمحمدينا، نعيش اللحظات الأخيرة، جاء كل شيء، ولكن الشيخ الآن كانت تمرير عند المرمى غير مركزة، والحكم يقول ضربة خطأ، وينهي المباراة، أوه تنتهي المباراة
وفرحان جماهير طنجة بهذا الفوز الذي طال انتظاره بعد تعادل وهزيمتين. هنيئا لفريق اتحاد طنجة بهذه المباراة.